أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم اعصمنا من الشيطان الرجيم. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي رحمتك. إخواني أخواتي أحبتي في الله، نحن على وشك أن نستمع لأذان المغرب من المسجد الأقصى المبارك. بارك الله فيكم ولكم وعليكم وأكرمكم وثبتكم وهداكم ووفقكم لما يحب ويرضى. كونوا معنا يرحمنا ويرحمكم. الله أكبر الله أكبر. مرحبا بذكر الله. الله أكبر الله أكبر. مرحبا بذكر الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ولا إله إلا الله ولا نعبد إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله ولا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه أصوم الدين وأكره الكفر. لا حول ولا قوة إلا بالله ولا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه أصوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله ولا إله إلا الله ولا نعبد إلا الله.
الله أكبر الله أكبر، مرحبا بذكر الله. لا إله إلا الله حقا وصدقا ودائما وأبدا وعدلا ويقينا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه السلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم قوما محمودا والدرجة الرفيعة التي وعدته، واجزيه عنا خير الجزاء إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.